اوكي اتوقع هذه واضحة اني انط على ال... اوه هنا في فوق اشياء. اذا كذا عرفت تروح هنا بعدين ترجع. اها والله ديف يا اخي فكرة اللعبة رهيبة. صوت بركاته يا شاب، معكم زايد في لعبة ليج بريكر. طبعا شاف فكرة هذه اللعبة شاطحة، عبارة عن كل ما تنط تنكسر رجلك، واذا انكسرت رجلك ما تقدر تنط. فهي فكرته حلوة لكن شاف فيها مشكلة، التصميم حقه كذا شاب كئيب. فيعني شاب تحملوا الكآبة مثل ما انا بتحمل يا شباب. عموما شاب اقدم الفيديو وصل فيديو الى 209,000 لايك. ويلا شباب نبدا. اوكي شباب مبروك، لقد تم اختيارك عشان التجربة او عشان تكون جزء من تجربة. مخطوف لا تأش نبن. يا الله ما اقدر اسوي سكيب يا شباب، راح اترجم. اوكي خلاص شو نسوي؟ وش يقول هذا؟ اوكي اوكي اصبروا. ايوه ان تنكسر رجلك ولا اوكي شباب لقد بدأنا اللعبة. طبعا احنا شباب اتوقع كيف نط الحين؟ سبيس صح؟ اي صبر شفتوا كذا شباب كذا فجأة طلع هذا، اذا سويت مرة ثانية شباب راح تنكسر رجلك الى الابد وبعدها لا تستطيع ان تنط. طبعا الحين كيف اشور يا ست؟ حرف الار. اوكي يلا هذه شاب ايزي اول مرحلة انها فاية ايزي. بس لا شباب نسينا شيء، ما سمينا اللي قاعدين نلعب فيه شباب، عشان كذا يلا اسميه بيتر ولا لا بولي هذا شاب ما استخدمنا ابدا. فيلا يا بولي كلنا معاك يا ابو شباب. انا ادري انه لك يعني اسمه تنكسر بس تحمل هذا التعب يا بولي. اوكي الحين شباب انط ولا اوكي بدون ما انط؟ والان هوب اوش او ماي جاد الحافه يا شباب. طبعا هذا شاب يعني المعروف انه بولي مره محظوظ. اوكي فيا اوكي الحين بنط هنا و ننط هنا. اوه شت طحت. اوكي شت شباب لازم نرجع. اوكي اتوقع ننط هنا صح يب. طب صبر كيف اروح هناك؟ اذا نطيت على اليمين راح انجلد، واذا نطيت على اصبر على اليسار يصير؟ اوه ماي جاد ايش هذا دخلت في الجدار انا. اوكي شوف في بالي حركه بس ما ادري اذا بتنفع ولا لا، اني اكسر رجلي واتدحرج مني. ايوه نايس حلو او مو اتدحرج ازحف. ايوه هالمره شاب الوضع بدا يزداد صعوبه. ها اوكي اتوقع ننط هنا على طول. ايوه اوكي ايزي هذا شاب. اوكي شباب لازم نضبط هذه. انت حلو انا ادري يا بولي انك يعني ارد لك رايحه فيها بس انه لا كمان يا اخي كمان ايش هذا بس بلوك واحد يا اخي. حاول يعني ترفع رجلك شويه يا اخي ما يعرف شيء يا شباب. بولي ما يعرف شيء ابد. اوكي الحين المفروض يشتغل حلو. اوكي نعم لم يكن سيئا. ايوه في عده شو اسمه هذا ايش يعني كومبنسيتد؟ والله شباب ما ادري بتشوفون في الترجمه، انا ما اعرف اصلا بس المهم. You never signed anything. This research facility. يا اخوان شباب ما ادري ايش قاعد يقول هذا. شباب هذه كلمه كذا ما اقدر اركز صراحه. ايش هذا؟ اوكي هذا شو هذا؟ نقطة مو نقطة غازية. صبر. يعني شو رجعنا بداية اللعبة ولا ايش؟ ايش السالفة؟ وات؟ كيف كذا؟ انا ضغطته من اول ايش السالفة؟ لا يكون لازم اضغطه وانا كذا طاير شيء. اوكي شباب شكل الوضع بيزداد صعوبه ولكن لا باس يعجبني هذه الصعوبه تعجبني. اوكي هذه شاب لا اوكي ننط هنا على اليسار بعدين نمشي كذا. ايوه هذه ايزي ولا اصبر الحين لو رحت هنا هذا ما اقدر عشان كذا يا شباب اتوقع. اوكي شيء هذه شباب شكلها بتكون صعبه. اصبر لازم تجي من الجهه الثانيه. اوكي يعني احنا شاب اصبر اوكي شت شكله مرحلة صعبة. صبر مرحلة سهلة هذه، بس كذا نط هنا بعدين ارجع من نفس المكان اللي انت جيت فيه. بس اللي تحت هذا عبارة عن خدعة. فا ايزي يا شباب. ايوه هالمرة ايش هذا؟ المرة اتوقع صعبة يا شباب. يمكن بس زر واحد نحتاج مو باكثر من زر ولا؟ حلو سمعت صوت باب انا شباب، المفروض انه يشتغل. اوكي اتوقع الزر الثاني يسحب عليه مو بلازم. فا حلو نايس نفع. اوكي اتوقع هذه تنط يعني اكيد. ولكن اي لما تزحف شو اسمه هذا يعني كذا تسوي سكيب للبلوك نفس اللي اول صار. ايوه اوكي لا تعجبني يا بولي صراحه، يعني انت ما تعرف ما ترفع رجلك لسبب وهذا شيء يعجبني ويل دون. اوكي وات ايوه اي اخبار؟ شكله يقول الوضع راح يصعب.
لا تقلق يا اخي، لا بقلق. كيف كذا؟ كيف ما تبغى ما تبغى نقلق حتى مي يا اخوي. او ماي جاد، والله شباب ما يقدر تركز. الدريتوز هذا لعب فيني يا شباب. اوكي الحين شو السالفه؟ ولا هذا وات هنا شاف في دبابيس الحين يا ساتر. اوكي اتوقع اني الزق هنا بعدين وات. ها عرفت عرفت. ولا والله المره اوكي فكره حلوه تصدقوا. انط على اليمين بعدين انزل للزر. از ذات اباوت رايت؟ اوكي كذا ايوه. والحين سي ليتر نايس يا اخي. والله لو بس يغيرون التصميم شوي يا اخي راح يكون الوضع حلو. يعني ادري شاب مختبر وكذا بس مو اخضر غامق كذا عسى يا اخي. ما ادري الاخضر خايس صراحه. اني وجه المرحله، المرحله سهله ولا اصبر؟ هل فعلا سهله؟ بنط هنا. او شيت اوكي شاب ما عرفت كيف احل هالمرحله. لما اروح هنا شاب واسوي كذا والله شاب قعدت احاول من اول وما قدرت. يوم قلت لكم كذا بوريكم صار. سبحان الله يعني انتم شاب تجلبون حظ وانا اشكركم صراحه. اذا كذا شاب خلاص بصور كل لعبه العبها، حتى الالعاب اللي ما تصلح التصوير بلعبها عشان الحظ حقكم. اوكي لا لا امزح. اوكي يا رب انه حلو سويته بالضبط. لو في شيء اوكي الحمد لله ما جت عليه. حلو اوكي اتوقع هذه واضحه اني انط على اوه هنا في فوق اشياء. اذا كذا عرفت تروح هنا بعدين ترجع. والله ديف يا اخي فكره اللعبه رهيبه. طيب الحين اتوقع عرفت. اقول لك يا شاب انك لازم تجرح نفسك عشان اوكي ما كانت هالخطه اللي في بالي. الخطه اللي في بالي اني اكسر رجلي عشان اقدر ازحف. صبر عرفت ايش اسوي؟ ارجع كذا اصبر انط. حلو ما وصل لهذا اهم شيء. اوكي يعني كيف انزل؟ والله عليه خدع رهيبه صراحه. يقول لك انه كذا لازم تزحف من تحت لهذا الدبابيس بس في الواقع لازم تروح فوقها. لا لا ذكي ذكي المطور. اعجبني ذكاءه صراحه. مخك عجيب يا المطور. شيت اوكي انا احس ان الشاب لازم تروح من فوقها صح؟ اتوقع كذا. اوكي نايس وان حلو. طيب الحين اصبر كيف؟ اوكي شاب هذه شكلها بتكون صعبه. ميبي شاب ميبي مو اكيد. ولا اصبر اقدر يا اخي. حلو سويته والله ما ادري كيف. نايس عطنا حبيبي. تقول وين المراحل صعبه؟ وين المراحل صعبه حبيبي؟ كله جال. اوكي اتوقع او شيت لازم كيف اطيع؟ اوكي اتوقع عرفت لازم ارجع كذا شويه واحاول اضبط الوزنيه. اوكي لا نسيت انه في دبابيس فوق واللي يمكن لازم. او ماي جاد كيف هذه شباب؟ النط مستحيل لانه فوق دبابيس. اوكي والله شوف ما ادري. اللعبة هذه احس انه كل ما تعيده كل ما يعني يزداد الحظ حقك او شيء كذا. الزبد اوكي اصبر مو انا لا لا ما نطيت انا. اوكي خلاص جي جي يلا لا نسيت انه فوق يا الله يا خلاص شباب قاعد ديمت. لازم تطيح. اوكي الحين نايس حلو. المرة وقت الاغنية اكيد الحين بيتكلم. ما كان سيء صراحة كان ايزي. جيب واحد اصعب. ايوه يو جو اون ذا شو بيبر. يقول لي اوقع شنو انت الله يهديك. وات ديبوزيت 50 دولار. يقول يعني يستعملني شاب. لا انا وشو الورع هذا شاب يستعملني وانا اتوقع اني قاعد امشي في هذا اللاب عشان انتقم منه. المره في شو اسمه يا ساتر هالمرة شاب يعني زرين الله يعين بس. لكن دونت وري اي جات ذس. اوكي جي جي ام نوت اي دونت جات ذس شباب. اوكي بعدين جي جي لازم تروح الجهة الثانية. ولا اصبر. اوكي ذا الاذكياء بدل ما تروح تحت تروح فوق يا حبيبي ترجع طريقك. ايوه الله المطور. ماي جاد كنت على الحافة. لازم تطيح على يا اخي جاد ديمت. يعني الزر هنا بعد شو ادعس عليه وخلاص. والله انت بولي صراحه مع احترامي لك دلع صراحه. يا حبيبي ايش في له هذا ليه كذا؟ وطف يتجحلق هذا شباب ما ادري ايش وضعه. اوكي لازم كذا تلف على اليمين يعني تحاول تقاوم الجاذبيه او شيء كذا. اوكي اتوقع عرفت كيف اسوي هذه. اني اروح كذا في النص بعدين اقعد انط على هم الاثنين صح؟ اوكي هذه سهله. او شيت جي جي ولا يمكن ولا اصبر مو بلازم هذا. طيح كذا على السريع بعدين سوي كذا and that's it. او شيت كيف كذا؟ تروح هنا تنزل. ايوه جود جاب ديفلوبرز بات نوت اون مي. انا ذكي انا حبيبي ايش فيك انت؟ انا حليت المعادله اللي ولعت في العالم قدر يحلها. تبغاني ما احل ذي كمان. اوكي توقع شاب انك لازم اول شيء كذا تسوي. اوكي الحين كيف لو هذا كيف انزل؟ مو كيف انزل كيف ارجع؟ فينا سبايك وفوق ايش؟
يمكن شباب بعض الازرار ما يحتاج تضغطها صح. يمكن يا شباب خلونا نجرب ننزل على هذا السد. يا الله اوكي تكفى وصل. الله عليك نايس. اوكي في بعض الازرار نسحب عليها. حلو اوكي هذا شاب كنا شبيهه بهذيك المرحله. اوكي اتوقع عرفت. يا رب انه كمان يا اخي تخفف خفف يا بولي لا تنط كذا عالي كمان يا بولي. اوكي بس نسوي اتوقع عرفت. اوكي هذه الفكره صراحه حلوه تصدقوا انك تروح الجهث. اوكي اصبر لا انك تروح الجهث انك تروح الجهث. اوكي افت ما تصير شباب ما تصير خلاص. اوكي شباب المرحله يمكن تكون صعبه لان ما يصير هالحركه شباب اللي في بالي يعني. وات تصير بالشباب صعبه يا عمي ما ادري كيف هذه المرحله. اوه ماي جاد حلو سويتها نايس. اوكي يحتاج لشاب كذا يعني تعرف المكان الصح. ايوه هيلو اجين هاو ار يو فيلين ام فيلين جود. عدني شيء صعب يا عمي شو هذا. او يقول لي هذا جيد شكرا حبيب. ايوه يقول عندي مشكله صغيره واللي هي ايوه هفرن اموك. شو اموك شوف قاعد شو امي هذا يقول امك يقول كذا ارجنت كونسيرز. يا اخو شاب ما ادري ما اعرف شو يقول صراحه. must continue to the ما ادري شو يقول بس اصبر. قال لي نروح اللاب ثاني كذا يعني بنروح لمكان تجارب ثاني. يا اخي موضوع يتغير تصميم يا اخي يا الله ليه التصميم نفس ما هو. عموما شاب هذه كانت لعبه ليج بريكر اتمنى عجبتكم وانا صراحه مستمتع فيها. لعبه حلوه صراحه فيها فكره حلوه يعني فكره ما شفتها في اي لعبه ثانيه صراحه. عموما شاب هنا وصل الفيديو اتمنى عجبكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات لوصلكم كل جديد. كمان بزايد و سي